خطه اتعملت لوزاره الزراعه عشان سياسه القطن. طبعا القطن كان حصل مشاكل كثيره نتيجه الانفلات الامن اللي كان موجود. طبعا بيتميز صفات اللي بتزرع في ابلي عن صفات اللي بتزرع في بحري على حسب نوعيه الصنف. في ده في بحر صنف فاق الطول فبيتميز بسعر زياده عن سعر الانطار في ابلي. فحصل تهريب من ابلي البحري، حصل خلط. نتيجه الخلط ده عمل مشاكل في عمليه التصدير، ولكن احنا خدنا سياسه وعملنا قانون، عدلنا في القانون. وقام السيد الرئيس عمل القانون 4 لسنه 2015 ان القطن سعر حر فيما عدا بذره الاكسار، وتكون المسؤوله عنها وزاره الزراعه واصلاح الاراضي، وهذا تم فعلا. ويمكن الزراعه العام الماضي كان لم تتحصل 130 الف فدان، في سياسه السنه دي هي الزراعه توصل ل 250 الف فدان. والسعر هيعلن الاسبوع القادم ان شاء الله بالتعاون مع الدكتور اشرف الشرعي وزير قطاع الاعمال. ده بالنسبه للقطن. واعتقد ان شغلنا المحالج اللي كانت موجوده في وزاره الزراعه اللي كانت مركونه عشان نحافظ على نقاوه البذره. ده بالنسبه للقطن. بالنسبه للتعدي على الاراضي الزراعيه، هو طبعا لو ننظر للتعدي على الاراضي الزراعيه طبعا هو زاد، بس العمليه قلت في العامين الاخر ونسبه الازاله زادت يمكن وصلت 55%. انا بعتبر التعدي على الارض الزراعيه ده خيانه للوطن. ليه؟ الفدان ده بيدي فرصه عمل لاثنين لثلاثه. وما نضيع فدان ارض وبعدين نيجي ندور نستصلح ارض، طب يعني ما فيش منطق بيقول كده. فانا اعتقد التعدي على الاراضي الزراعيه هيبقى ليه قانون شديد العقوبه اللي هيتعدى على الارض الزراعيه. طبعا احنا تعدينا على الارض الزراعيه بحوالي 79 الف فدان تقريبا من 2011 لحد دلوقتي. فطبعا في اتجاه، واحنا بنجهز قانون من خلال وزاره الزراعه لشده العقوبه في التعدي على الاراضي الزراعيه. التامين الصحي للفلاح، ما بقاش فيه فلاح وفي موظف، في قانون دلوقتي اتعرض علينا في مجلس الوزراء اسمه قانون التامين الصحي العام لجميع مواطني مصر. ما فيش فلاح وما فيش موظف وما فيش، ده قانون عام حضرتك، قانون التامين الصحي العام لجميع مواطني مصر. احد اسباب عدم انضباط الاسعار هو عدم وجود خريطه حقيقيه للتجاره الداخليه. اذا التفاهم، التعاون، الوضوح احد الطرق الرئيسيه حتى يمكن وضع النقاط على الحروب. انما هناك توجه لضبط واقع السوق والانتاج وليس فرض تسعيره جبريه. مشكله الدعم حاجتين، الفاقد وعدم وصول حق المواطن له. عندنا فاقد وعندنا عدم احقاق للحق نتيجه ضعف المنظومه. فلا بد ان احنا نقف مع بعض عشان نستكمل البيانات ونستكمل اصدار البطاقات اللي بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي، عشان ما نرجعش نقول اصل في بطاقات ورقيه، اصل عندنا الكارت الذهبي، اصل عندنا اصل عندنا. عايزين نحط ايدنا في ايد بعض عشان نحط النقط على الحروف، وكل من له حق ياخذه، وكل من ليس له حق نقف جميع ونقول لا ملوش حق. هنا ساعتها هتنضبط، وهنا ساعتها هنلاقي وفر نديه للناس الاكثر احتياجا. انما بدون انضباط انا اعتقد احنا اكننا عارفين اللي عنده خرطوم ومخروم وعمال بس يمرر فيه ميه وفاكر الزرع بيشرب والميه عماله تتسرب من الخروب، مش هينفع. فارجوكوا ساعدونا ونقف مع بعض الى ان نضع النقاط على الحروب، بس ما ينقصنا هو احقاق وتنفيذ القوانين. واول من يعاكس في تنفيذ القوانين هم اصحاب المصالح الذين يريدون ان يحافظوا على هذه المصالح. هنا بقى القدرة على التنفيذ. هل ما بين يوم وليلة نقدر معانا عصا موسى السحرية ما هو ليس منظم يبقى منظم؟ لا، ولازم ابتدي بنفسي.
لازم اخطط الاول، لازم اوفر احتياطاتي الاستراتيجيه، لازم اعمل خطط السلاسل، لازم اعمل خطط المناطق اللوجستيه، لازم احط مؤشرات سعر. والقانون يجبر اللي بيبيع يقول لي جمله كام ومستهلك كام، فساعتها حضرتك هتشوف ان ده ببالغ، انت مش هتشتري. وهو اول ما يحط هذا السعر هيحس ان هو هيطلع بره السوق. انما المشكله هي عدم المعرفه وعدم الوضوح. اتمنى نصل ل 4 مليون، لو وصلنا ل 3.7 3.8 مليون طن هيبقى كويس جدا، نتيجه هو ده المعدل الطبيعي. الاهم من ده كله ان احنا راعينا كافه الملاحظات اللي قالتها لجنه تقصي الحقائق في العام الماضي بالبرلمان المتميز، بحيث ان احنا لابد اماكن التخزين تبقى يا شون مستفلتة، يا هناجر متغطية، يا بنكر، يا صومعة معدنية. ولكن لعدم تواجد مثل هذه الإمكانيات المتميزة في كل حتة في جمهورية مصر العربية، استخدمنا مفهوم جديد اسمه نقطة تجميع. نقطة تجميع دي بتبقى شونة ترابية، ولكن بتجهز ب الطاولات الخشب او العروق والبلاستيك، ثم بنستقبل فيها وننقل منها للصومعه او للبنكر او لنقطه التخزين. اذا في نهايه الموسم موعدكم اي نقطه تجميع ما بين 15 يوليا واخر يوليا مش هيكون فيها حبايه قمح، اذا ما خزناش الا في مناطق جيده للتخزين للحفاظ على ده. وطبعا بنشكر معالي وزير الزراعه وبنك التنمية والائتمان الزراعي أو البنك الزراعي المصري بسبب تعاون معانا بدرجة يعني أكتر من نفسنا في أداء مثل هذه المهمة. السويف بلد زراعية من الدرجة الأولى، فيها منتجات كتيرة فتستحق، وهي بوابة الصعيد فتستحق أنها تبقى منطقة لوجستية هامة جداً. طبعا السلاسل التجارية مهمة جدا لخفض الأسعار. في نفس الوقت طبعا إن شاء الله هنخش على التصنيع الزراعي، وأنا شايفه من الأهمية الكبرى التصنيع الزراعي، لأن سلاسل القيمة المضافة التصنيع هو أهم الموضوعات الحالية اللي يقدر يعمل قفزات في الاقتصاد، وإحنا مؤهلين في بني سويف إن إحنا نعمل تصنيع زراعي. بني سويف فيها 8 مناطق صناعية، أنا شايف من الدرجة الأولى أن يكون في المناطق الصناعية كل الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية أو الخام اللي موجودة عندنا اللي هي الزراعة والمحاكم. فإن شاء الله يكون في الفترة القادمة في مشروعات تتم، فإنها في سبيلنا لإقامة 200 مصنع مع هيئة التنمية الصناعية. الموضوع الثاني مع الزراعة طبعا بتطلع فيه اللي هو المشروع اللي احنا بدأنا فيه من فترة كبيرة، اللي هو تصنيع الأدوية من النباتات الطبية وتصنيع مستحضرات التجميل من النباتات الطبية، وده مشروع كبير جدا إن شاء الله. طبعا فيه زراعة وفيه صناعة وفيه تنمية عمرانية، ده هيبقى من أحد المشاريع الهامة. زرع كم فدان قمح؟ زرع 40 فدان. زرع 40 فدان، جبت قد ايه؟ جايب 21 أرداب في الفدان. في الفدان 21 أرداب. برافو عليك. ومتعاقد مع إدارة التقاول، بودي تقاول. التقاول كسار. ده قمح اساسي يا فندم. دايما انت شايف كده احنا موجودين في بني سويف، وخطه التسويق بديناها من 15/4، كافه الاماكن المنتجه متحدده، كافه الاماكن اللي هي سواء شون من بنك التنميه والائتمان الزراعي او الصوامع او الهناجر او الشون المسفلته متعرفه، وكل واحد عارف هيودي القمح بتاعه فين. وبالتالي هناك خطة موضوعة، وفي لجنة عليا برئاسة معالي الوزير المحافظ على مستوى المحافظة، بحيث انها بتشرف، وكل مكان تخزين او تجميع
له لجنة، اللجنة موجود فيها ممثل وزارة التموين، ممثل وزارة الزراعة، الرقابة على الصادرات والواردات، الجهة المسوقة تطلع، البنك تطلع، الصوامع، وكذلك الأباني اللي بيوزن، وبالتالي اللجنة موجودة، بيتم عمل الفرز ثم الوزن ثم بعد كده المواطن بياخد إذن التسليم. زراعة المصاطب دي ابتدينا فيها في 2010، هاي كنا ابتدينا بحوالي 200 فدان، دلوقتي في زراعات وصلت لحوالي 800 ألف فدان، وابتدينا هذا النموذج في الشرقية، ودلوقتي حضرتك نموذج أكبر في الدقهلية، وحاليا ابتدي عن طريق الإرشاد الزراعي بننقله للمزارع، ليه؟ ده بيوفر له في التقاوي، بيوفر له في المية حوالي 20%، فأنا أعتقد ده بيساعد الفلاح في تقليل المدخلات اللي هو بيصرفها في عملية الإنتاج. احنا موسم بنتابع جميع الحصاد، في غرفة عمليات معمولة في كل مديرية، وفي غرفة عمليات موجودة في الوزارة لمتابعة جميع أنواع الحصاد، وفي على طول حملات مرورية على حصاد القمح في جميع محافظات مصر. المتوقع إن شاء الله ربنا يبارك كده 9 مليون طن إن شاء الله، يعني ده المتوقع على حسب المساحة المنزرعة. ليه؟ احنا عرفنا المساحة الفعلية المنزرعة عن طريق وزارة الزراعة من خلال مركز البحوث الزراعية معهد الأراضي، عملنا تصوير جوي لزراعات قمح مصر كلها من الشمال للجنوب، كل قرية معروف مزروع فيها ايه، وكل مركز وكل محافظة، فأنا أعتقد ده بيدينا كقاعدة بيانات نعرف فعلا احنا هننتج قد ايه، وايه الزراعات اللي موجوده في كل محافظه، ونشوف كل محافظه بتزرع قد ايه وتنتج قد ايه. احنا عاملين خريطه لكل محافظه، معروف فين الصوامع وفين الهناكر، لقينا اللي اذا كانت المسافه بعيده استخدمنا الشون الترابيه في نقط تجميع فقط، ومع التعديل اللي فيها محطوط عروق خشب وبلاستيك، وهو الفلاح يوصلها لحد هناك، وبعد كده مش مسؤوليتي، هيئه السلع التموينيه هي بتوصلها الصوامع. دراسه كامله ان احنا نحاول ان احنا نقلل الفجوه الغذائيه اللي موجوده في القمح. طبعا في خطه مع وزاره الزراعه والتموين ان احنا عايزين نخش الزراعات التعاقديه اللي هي بتؤدي الى زياده الانتاجيه، لان احنا عندنا المشكله اللي حصلت وصلنا لها هي تفتيت الارض الزراعيه، فبالتالي المساحات الصغيره ما عندوش الامكانيات لتكنولوجيا او الات او بذور وتقاوي. الزراعات التعاقديه هي تنظم عمل المجموعات، تبقى عندنا زي اجزاء كبيره 300 400 فدان بيزرعوا بطريقه واحده بتكنولوجيا واحده، وده هيبقى في فايده للفلاح، لان انا بقول في منظومه الزراعه الفلاح هو اكتر واحد بيتضر، اكتر واحد بيتعب واكتر واحد بيتضر، ولو جينا بعد كده هتلاقي بيأثر على التصدير، فهي الموضوع منظومه متكامله، يبقى في زراعه تعاقديه يبقى انا في عندي انتاجيه عاليه، في تسويق مقدم يبقى في عائد مجزي للفلاح، في سعر شلت منه الوسطاء يبقى انا يبقى انا في منافسه التصدير قدرت انافس، يبقى الحلقه تكتمل. فان شاء الله ده هو اللي هنحاول نطبقه، وفي تجارب بدات في الزراعات التعاقديه بس مش كفايه، احنا عايزين نعممها، وده هيبقى مع وزاره الزراعه ان شاء الله. احنا عاملين مشروع متكامل، هو خد جزء كبير الفتره اللي فاتت من دراسات ان احنا النباتات الطبيه والعطريه القيمه المضافه لها للاسف بياخدها التصدير في الخارج، احنا بنطلع نبات، لا احنا عايزين سلسله القيمه المضافه، يبقى انا بدخل مراحل التصنيع لغايه ما انتج الدواء، الدواء ده هو ده القيمه العاليه جدا، فبالتالي لو انا انتجت الدواء يبقى في دخل قومي وعملات صعبه، يعني في عائد كويس على الفلاح، يبقى في صناعه انا امتلك مقاومتها، ده مشروع قومي، لان احنا هيبقى عندنا زراعه وعندنا صناعه وعندنا تجمع عمراني احنا يعني بنخطط له يبقى على مستوى عالي جدا، من يبقى جاذب للاستثمار وجاذب لكل فئات المجتمع انها تقيم في المنطقه، فده يحصل اللي هي التنميه المستدامه يعني. فده ان شاء الله يعني احنا بدانا فيه، وهنبقى احنا على فكره برضه داخلين فيه في اكتر من وزاره، في وزاره الزراعه، وزارة الصناعة، الانتاج الحربي طبعا، الصناعة، الاستثمار كلها، لان مشروع كبير على 70,000 فدان، فلازم تخطط له كويس قوي علشان ما يبقاش فيه اي معوقات في التنفيذ يعني. اخيرا السادات محافظ بن سويف لقدوم شهر رمضان، واحنا على بعد شهر من هذا احنا طبعا استعدنا من فتره طويله بان احنا بنزود منافذ البيع، اذا كانت مع التموين، مع القوات المسلحه، مع القطاع الخاص، في طبعا خطه لوزاره التموين لزياده المعروض، المعارض احنا امبارح افتتحنا معرض وهنفتتح اكثر من معرض، هو
التخفيض أو مراقبة الأسعار تبدأ من الإتاحة، التوفر، تقلل سلسلة الوسطاء، فبالتالي تبقى من قلنا طالما هي من المنتج إلى المستهلك فبالتالي السعر هيبقى أقل. هو ده المفروض، ده خطة تبقى مستمرة بنشتغل عليها إن شاء الله. كل ما أتمناه إن إحنا نحسن التعامل مع الفلاح، نديله حقه أسرع ما يمكن إن هو ياخد فلوسه. ولذلك خلينا البنك الأهلي وبنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعي هو اللي بيدفع ما يستحقه الفلاح، عن طريق إن الفلاح بيروح للجهة المسوقة وبياخد الشيك نظير ما تم توريده. وبالتالي هنزود المعروض على الأقل 25-50% سواء من السلع الأساسية الزيت والسكر والرز والشاي، أو من السلع البروتينات من الفراخ واللحمة والسمك. وهناك برنامج لكذلك استفادة من العربيات المنافذ المتحركة اللي فيها الخدمة الوطنية من القوات المسلحة بتشارك معنا بدرجة عالية جدا، 750 منفذ متحرك، القوات الشرطة بتشارك، المجمعات عندنا عندها منافذ متحركة، فبالإضافة للمنافذ الثابتة الموجودة هيبقى عندنا منافذ متحركة إذا كان في أي احتياج. إن شاء الله يكون رمضان كريم علينا جميعا ونكون عند حسن ظن المواطن. من احد الاقسام اللي قدر يصمت حوالي اكثر من 12 صنف داخل القسم، على الرغم ان قسم حسين رمحي متصنفت حوالي 28 صنف من الاصناف اللي هي موجوده على مستوى الجمهوريه، منها المتداول وغير المتداول. المتداولين 18 صنف، 10 اصناف الاقماح البردويت و8 اصناف الاقماح الديورم. انتاجيه الاصناف عندنا هنا بتتراوح ما بين 24-30 ارداب الفدان طبقا لنوع الصنف المنزرع، اذا كان بردويت، قمح خبز او قمح المكرونه. يعني انت بتنتج هنا 24، متوسط عام 18، صح؟ تمام. يعني انت تعمل في زياده 33%. تمام. ماشي؟ ليه بيدي عندك هنا وعند الفلاح؟ واللي هنا ايش هو في كذا سبب مع الوزير. اول نقطه اللي هي تدقيق المساحه المزروعه على مستوى الجمهوريه، المساحات المزارعه اللي هي معلنه غير المساحات اللي بتكون فعليه. عرفنا خلاص، واستخدام الاشعار عن بعد، حددنا المساحة هذا العام وفي كل محافظة وفي كل مركز وفي كل قرية. أنا بسأل سؤال، هنا الإنتاجية عندك بتزيد، ليه ما اللي عندكم ده ها ما بتنقلش للفلاح؟ لا ما نقول الفلاح، ما هو ما نقول في فلاح بيجيب 30، أنا عارف، بس إحنا بنتكلم بصفة عامة. ها المتوسط العام 18، صح؟ تمام ماشي. في فلاح بيجيب 30، أنا شفت فلاحين جابها 30 وجابها 32 أرداب في العياط. ماشي. انا بقول هنا جابوا اقل من 18، وده الجاب بقى، ده الفرق، ده الجاب الكبير. يعني انت لو توصل كمتوسط عام 20 او 21 ارداب، خلاص انت عملت دخل قوم 4 مليار جنيه يعني بالحسبه كده. وفي نفس الوقت برضو لو انت جبت 4 ارداب في 3 مليون، يعني حوالي 2 مليون طن، قللت برضو في طول السنه بصوره 10 مليون. فده ليه معلمين. بص هنا شكل القمح، طبعا شكل تجارب وباحثين والكلام ده، هو ده اللي احنا عايزين ننقله بقى، ده اللي احنا عاوزينه. معاليك، من اهم الحاجات اللي هي الارتفاع الانتاجيه هنا في البحوث عن المزارعين، كان سعادتك سعيد في هذا الوضع، وده اول مره تحصل القرار اللي سعادتك اصدرته ان انتاج تقاول اساس لمعتمد على طول والغاء درجه المسجل دي اول يعني ان شاء الله. فده مهم، ده احنا عشان نزود انتاجيه برضو. لا هو بس عشان نشرح لسياده المحافظ، احنا الناس بتشتغل في التقاوي، بتطلع التقاوي الاساس وبعدين بتطلع المسجل وبتطلع المعتمد. طيب الفلاح احنا 35% اللي بتوزع تقاوي فقط، والباقي طبيعه ان الفلاح بتقي. طيب عاوزين نحل مشكله، ما احنا عندنا بقى يعني مشكله، فقلنا ايه؟ طب ما احنا هنطلع اساس لمعتمد، وحتى لو الفلاح تقى هيبقى برضو درجه نقاوه عاليه فالانتاجيه تزيد. فده اتجاه، بس طبعا يعني ايه هتاخد لها على الاقل سنتين يعني توزيع الجمهوريه. يعني دور البحث العلمي اللي عمله في القمح، بمناسبه ان احنا في حقل قمح،
كان انتاجيه الفدان من حوالي 30 سنه كان لا تتعدى 8 ارداب. دلوقتي انت زي ما احنا وصلنا متوسط عام 18، وده ظلم يعني ان كان متوسط عام، ولكن احنا شفنا النهارده حقل ارشادي فتحنا مع سياده المحافظ ومع معالي وزير التموين وفي ارض مستصلحه حديثه 21 ارداب. في فلاحين بيجيب 28 وفي 26 وفي 24 وفي 30. طبعا التفاوت ده بيرجع لطبيعه الفلاح نفسه ان هو بيهتم بزراعاته بميعاد الري، ميعاد اضافه الاسمده، كله ده بيرجع للانتاجيه. وفي نفس الوقت طبعا في اصناف لازم يبقى في اعاده تقييم، انا اعتقد من خلال البحث العلمي بيحددوا الاصناف اللي هي بتتماشى مع في وجه بحري واللي بتتماشى مع وجه ابلي. وطبعا لازم البحث العلمي يشتغل على طول لاي صنف بيقعد فتره معينه وبعد كده لازم يتغير. ليه؟ كل فتره معينه الانتاجيه بتاعته بتقل، فابتدي انا اكون جاهز بصنف جديد ادخله من خلال حقول مشاهده بيعملوها للفلاحين. فطبعا البحث العلمي يعني ده على يعني مسل القمح. تاني حاجه دلوقتي برضو البحث العلمي نتيجه ان هم قللوا فتره الزراعه اعتقد شهر، فده بيوفر ميه في نفس الوقت برضو يعني. فاعتقد البحث العلمي له دور مهم يعني، واي دوله من غير بحث علمي ليس لها تقدم، فالبحث العلمي هو اساس التقدم. طبعا المليون ونصف الدم متوزعه على مناطق مختلفه، احنا مختارين المحاصيل اللي تتماشى مع المنطقه اللي هي ليها ميزه نسبيه من حيث الانتاجيه من حيث مقاومه للامراض. فطبعا هيبقى ليه دور مهم جدا المليون ونصف فدان في سداد الفجوه الغذائيه. محافظه بني سويف من البلاد الزراعيه من الدرجه الاولى يعني، فاي واحنا هنا في محطه سيتس اي تقدم علمي اي تقوي جديده بتنعكس على المزارعين هنا بشكل مباشر يعني على طول، وعلى الانتاج الزراعي في كل المجالات يعني في المحاصيل او في الاقماح او كده. طبعا ده احنا مهتمين جدا زي ما كان بيقول معالي الوزير ان الكلام ده ينزل قدر الامكان للفلاح عشان نبتدي عمليه، اذا كنا هنا بنحقق 21 او بتاع ده بنحقق 24 او 30، طب احنا ازاي نوصل؟ يبقى عشان نرفع المعدل او المتوسط العام من 18 لاكثر. فده زي ما قال معالي الوزير ده يبقى كانك بتزود 30% على طول في الانتاج، وهو ده الدور تملي اللي بيبقى الجزء المفقود اللي محتاج شغل كتير اللي هو بين البحث وبين الواقع يعني. وده احنا كلنا كأجهزة الدولة كلنا يعني ده هدفنا وده بنحاول نطبقه ان شاء الله في كل المجالات هنا يعني. طبعا انا سعيد ان انا موجود في وسطيكم خاصة محطة بحوث سيتس، وبشكر الاخوة الباحثين وجميع العاملين بالمحطة. الشيء اللي احنا شفناه النهارده خاصة للقمح، يمكن احنا ما شفناش حاجات تانية بس احنا جايين عشان خاطر القمح اليوم. طبعا اصناف جديدة واصناف مبشرة. طبعا لازم نركز للقمح بمحاور اخرى. السيستم اللي احنا كنا شغالين عليه الفترة السابقة، ويمكن انا الكلام ده قلته في مجلس ادارة المركز، لازم يتغير. اللي احنا محددية الارض والمية، فلازم ندور على الزراعة الرأسية، وبالتالي لازم أركز على الاستنباط أصناف اللي يكون عالية الإنتاج. كان أنا كنت بتكلم مع سيادة المحافظ في عملية نقاوة البذرة، ويمكن إحنا في قرار وزاري خدناه إن إحنا لغينا درجة المسجل بأساس ومعتمد واحد، ده بغرض إن إحنا نزود الإنتاجية كزيادة رأسية على الأقل من 15 لـ20%، وأنا أعتقد ده هيبقى شيء جيد، وان شاء الله يبقى ده يعني شيء نبقى احنا سباقين في هذا الموضوع. يعني سويف بلد زراعيه، فالتصنيع الزراعي بيزيد من فرص العمل. معروف ان الزراعه بتبقى محدوده فرص العمل، انما التصنيع بيرفع معدلات فرص العمل اكتر. فموضوع القريه المنتجه احنا ماشيين فيها دلوقتي مع المجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات. احنا تملي بقول الفكر الجيد بيجيب التمويل. انا كتير جدا من الحاجات الحمد لله نفذناها لم يكن لها تمويل. اول ما بتكون الفكره مدروسه كويسه وقدرنا نوصل هذا الفكر للناس، الناس بتساعد وبيجي لنا الفلوس فورا. يعني احنا عاملين تجربه في التعليم، وجه وزير التعليم بعد شافها، اللي هو احنا بنعمل التعليم الكتروني. احنا خلاص عملنا تجربة في 1000 طالب بيمتحنوا في وقت واحد كلهم جنب بعض، مفيش غش مفيش لا يسمح،
في شفافية، النتائج بتطلع فورا، بقدر أعرف مستوى الطلب على مستوى الفصل، على مستوى المنطقة التعليمية، على مستوى بعت ووعد إن هو هتتطبق يمكن السنة الجاية في بعض. الحمد لله نجحت التجربة دي. حضرتك أول ما طرحناها طبقناها في قرى ما كانش عندنا. النهاردة مع أول واحد في أحد السنة ده تبرع بخمسة مليون جنيه، فبقى إحنا بنطبق الأرض الواقع. فأنا أرجو برضو موضوع القرية ده إحنا ننتظره من حضرتك، وهتلاقيه في خلال شهر موجود على بيتنفس إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، كاميرا مصر الزراعية تابعت معكم من داخل محافظة بني سويف متابعة حصاد القمح لهذا العام بحضور الأستاذ الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة والإصلاح الأراضي، والأستاذ الدكتور علي مصرحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف. بشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، وهذه تحياتي محمد خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.